من الأخبار كمان السعيدة، يمكن الصحف البرازيلية يمكن سلطت الضوء على دونجا، طبعا دونجا النجم البرازيلي الكبير وزيارته لمصر. الحقيقة دايما الواحد بيشعر بالفخر ببلده ويحس ان بلده فعلا بلد كبيرة جدا، والناس كلها بتجري عشان تتواجد وتقضي اجازتها هنا في مصر. قبل كده شفنا جوارديولا موجود في مصر، النهاردة بنشوف النجم الكبير دونجا النجم البرازيلي الكبير طبعا، واسطوره من اساطير الكره البرازيليه وفي العالم كله، كان متواجد في مصر الحقيقه مع اسرته، بيقضي طبعا اجازه في مصر. الحقيقه الصحف نقلت عن سعاده دونجا بتواجده في مصر مع اسرته لقضاء الاجازه، وقال انه بيحب الحضاره المصريه جدا، ومن خلال معرفته بيها خلال فتره دراسته، وقال ان كان الوقت ان هو كان دايما حابب انه يزور مصر، ولكن يعني سنحت له الفرصة أنه يكون متواجد. طبعا دونجا اصطحب أسرته ومعاه للاستمتاع طبعا برحلة سياحية في المعابد المصرية القديمة والمقابر الفرعونية والآثار ووادي الملوك. يعني عندنا أماكن الحقيقة تبهر العالم كله الحقيقة، وزيارة دونجا كمان من الزيارات اللي هيكون ليها أثر كبير جدا على السياحة العالمية. حضراتكم عارفين دونجا يمكن تصريحات نقلتها عنه بعض الصحف البرازيلية، وقال عن مصر ان هو شعرت بالسعادة كبيرة جدا جدا بزيارة مصر ورؤية الآثار، وأتمنى أن أكرر الزيارة في المستقبل. ده شيء مهم جدا ويدعو الحقيقة للفخر.